أهداف حتى الدموع لو كانت هناك لقطة احتواء أشرف حكيمي الذي أوقف الفرحة ليعانق هذا اللاعب الأمريكي ويمسح فرحتنا احنا دبل اليوم. بلد عربي مثل المغرب فاز وفاز على من؟ عن بلد هو ضد العرب وضد المسلمين. خلينا نكمل حكيمي. انت حكيمي في الموقف مش دخل حكيمي. لا انت تحكي لي يا ولدي. انا احكي لك. انت قلت لا على دمج السياسه بالرياضه. قلت لك مش احنا اللي دمجنا السياسه بالرياضه. هل هناك عربي لا يؤمن بالقضيه الفلسطينيه؟ هل هناك عربي لا يؤمن بمعاناه ويحس بمعاناه الشعب الفلسطيني؟ السلام عليكم محبي قناة ميد كريم سبور، مرحبا بكم. شاعلة نايضة قربالة على إحدى القنوات العراقية بين الصحفي المغربي المتميز ماجد الشجعي مع أحد المحللين العراقيين، والسبب لقطة مواساة أشرف حكيمي للاعب الأمريكي كيفن باريديس بعد نهاية لقاء المغرب وأمريكا. المباراة لسالت بتفوق الأسود برباعية نظيفة. للتذكير، اللاعب الأمريكي كيفن باريديس هو اللي كان صرح للصحافة الأمريكية قبل لقاء المغرب وأمريكا وقال: أنا لم أسمع بالمنتخب المغربي من قبل ولا أعرفهم، المهم عندي هو نفوز اليوم. دابا غادي تكون عرفتي مزيان يا كيفن باريديس من هو المغرب ومن هم مغاربة العز بين الأمم. هو بصراحة حنا اللي ما كنعرفوا والو على المنتخب الأمريكي لكرة القدم، وكنعرفوا الولايات المتحدة الأمريكية فقط بكرة السلة، البايسبول، هوكي، وأيضا كرة القدم الأمريكية، ولكن الشابية بالريغبي. لقطة قائد الأسود أشرف حكيمي مع اللاعب الأمريكي أغضبت المحلل العراقي، واللي قال بأننا فرحنا لفوز المغرب على أمريكا لأن أمريكا دائما هو بلد ضد العرب والمسلمين. الكلمات اللي أغضبت أيضا الصحفي المغربي ماجد الشجعي، واللي قال بأننا لا يجب أن نخلط بين الرياضة والسياسة، ليرد عليه المحلل التونسي الآخر ويقول بأن الغرب هم من يخلطون بين الرياضة والسياسة. أصدقائي غادي نخليكم تشوفوا المقطع كامل، ولكن قبل هذا ما تنسوش إعجاب للفيديو واشترك معنا في القناة إذا كنت جديد باش يوصلك الجديد إن شاء الله، ونبدأ على بركة الله. تصريح لطارق السكتياوي اليوم أشاد باللاعبين، وطبعا التصريح لصحيفة المنتخب المغربية، أشاد بلاعبي، عبر عن سعادته بالفوز اللي تحقق، قال طموحنا أن نذهب بعيدا وأن نتطلع إلى الذهب، وأكد بهذا التصريح قال نملك رئيسا عالميا، يشيد بفوز الأقجع بتصريحه. كلام منطقي. لماذا؟ لأنه عندما ترى هذا الرجل إلى جانبه وليد الرقراقي في المدرجات، وتنظر لردة فعل هذا الرئيس الذي تحول لمشجع وكيف التحق بالعناصر في أرضية الملعب، هناك منظومة متكاملة، هناك قنوات اتصال على امتداد ربما اليوم أو 24 ساعة. دعني أتحدث عن ردة الفعل الإيجابية عندما يكون هناك ربما موضوع سلبي، ونتحدث عن الهزيمة أمام أوكرانيا. كيف انتفضت كل المكونات، وكيف تم احتواء الموضوع بأساليب راقية وبفكر ومنهجية علمية حتى نرى هذا الحضور لكل حصان كبو. ولكن اليوم هذا الحصان يواصل الحضور في حلبة الأولمبياد، وهدفه أن يدخل خط الوسط مع مهمة صعبة، ولكن نسبق الأحداث لأن الإرادة موجودة. هناك نقطة أساسية، طارق سكتيوي يستمد مجموعة من ربما النصائح، شخصية الرجل موجودة، تحكمه في خيارات اللاعبين موجود، ولكن ما خاب من استشار، وبالتالي نرى هذا الحضور. دعني أتحدث عن لقطة فيها الكثير من السمو الرياضي كابتن علي. بعد نهاية مباراة المغرب وأمريكا قبل المباراة صرح أحد لاعبي المنتخب الأمريكي اسمه كيفن باريديس بأنه لا يعرف الكثير عن المغرب، ولكن بنهاية المباراة، وهنا نقف عند نقطة، اللاعب الأمريكي غير مثقف كرويا، أتحدث عن انفتاحه على الثقافة الكروية، عندما قال لا أعرف الكثير عن المغرب انهار بعد الهزيمة بأربعة أهداف حتى الدموع لو كانت هناك لقطة احتواء أشرف حكيمي الذي أوقف الفرحة ليعانق هذا اللاعب الأمريكي ويمسح دموعه. هنا رقي. أنا مو معه بهذا التصرف. ليش؟ أمريكا تعرف أنت شنو وضعها. لا 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 نفس لا 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 أرضية الميدان. الرياضة سياسة اليوم احنا فرحتنا لا بس عفوا فرحتنا احنا دبل اليوم. بلد عربي
مثل المغرب فاز وفاز على من؟ عن بلد هو ضد العرب وضد المسلمين، وهذا ما اليوم تشهد الساحة كلها من قتل ودمار سببها أمريكا. هاي فرحتنا اليوم، فرحة كبيرة أنا وبصقر وكابتن أمين وكل العراقيين. بس هذا لا 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 روح الرياضية، الروح الرياضية نختلف نختلف هم لا يملكون نختلف نختلف لا يملكون الروح الرياضية هم الحقي أنت تصنع كل أمريكان لاعبين أمريكان بالدوري العراقي لكرة السلة ولا يملكون الإنسانية بالذات الفترة الأخيرة بدأت الأمور تبرز ويتوضح هذا الكره وهذا الأذى. بس هذا لا ما له علاقة، ما له علاقة بسياسة حكومة اليوم والنهار ممكن إليه. لا 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 الدليل قلت لك يوم ما تشوفه من مشاهد اليوم في ألمانيا شاب عربي مجرد مرتدي تيشيرت بالعلم الفلسطيني أخذوه القبض عليه، يعني شوف وين العنصريه والكره. صحيح. ولهذا والله اني احنا نصير احسن من لا لا ما كان فكري غير انا بس انا تغير. تركونا من السياسه يا شباب، لا السياسه اصبحت جزء من الرياضه. انا اختلف من خلال وجهه النظر، سامحني، لان الامور اختلطت الحين. الغرب هم من ارادوا ذلك. حسنت. الغرب هو من اراد خلط الرياضه بالسياسه. ولكن اليوم سامحني، اليوم كان لاعب يحمل العلم فلسطين ولا يشيل صوره العلم الشباب مع اللاعب الامريكي سوي عقب. بالضبط سوي عقب. هذا مش انا سامحني، هذا مش دمج السياسه في الرياضه. لا 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 مخلط الامور ما بين هو سياسي ورياضي. انا مع الروح الرياضيه. لو رايت حادثه سير فيها عائله امريكيه فيها ثلاث بنات او طفل صغير هنا جانب الانساني. لا 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 استسمح يا صديقي عندما تقول لا 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 اسمع يا حبيبي، لماذا نخلط السياسه بالرياضه؟ هذا مش احنا اللي نخلطه في السياسه بالرياضه. مش احنا نخلطه في السياسه بالرياضه. لا ولكن كابتن هم البدايه. انا تحدثت عن موقف ورده فعل طبيعيه من لاعب يمتلك سمو رياضي يؤمن بفلسفة الإخاء الرياضي، لا يتحدث عن قميص الطرف الآخر مهما كان ولو كان هذا اللاعب من أي بلد في العالم. إذن حتى الإسرائيلي من خلال حضن. إذن حتى إسرائيلي إذن لا 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 شنو الفرق؟ حسن عصام بارك الله فيك. أسأل أسأل هم وجهين لعملة واحدة. من تقول لي أي بلد إذن حتى إسرائيل ممكن نشوف صور ممكن نشوف صور. لا إحنا هيك بهيك حالة طبيعية الصور ليش أحمد أحمد؟ ما ممكن هذا ما مسموح اليوم. إذا أطلع داعم كبير لإسرائيل بسياسته بقتل أبنائنا بتشريدنا بالقهر اللي شفناه هم أمريكا هذه وإحنا كشعب عراقي عانينا ما عانينا يا حبيبي. كلنا معك في الفكر ونحتوي هذا الموضوع وكرياضة عراقية وعربية عانت معانا والسبب أمريكا واللوب الصهيوني. فلا تقول لي شو الفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ ماكو هم واحد. انا اسمعني حبيبي شو الفرق؟ انا لو خرجت معك خارج الاستوديو ونتحدث معك في امور سياسيه مش اليوم في جلسه رياضيه. يا ماجد يا جماعه ليه ما نجيبش الموقف اني استلمس حكيم نكمل في الموضوع انا بس برضه ليه ما نتكلمش ان ده موقف يعني جيب طبيعي بطريقه لا ما نحكيش عن ليه ما نقولش ان هو ده جه حاجه هذه طبيعته غصب يعني حكيمي لا يفكر في الرجل بانه امريكي. حكيمي ينظر لموقف انساني يا جماعة حبيبي انت تحكي على عدم دمج السياسة بالرياضة واحنا نعاود نقولوا لك راهو الغرب هو من دمج السياسة بالرياضة. ليش في ليش روسيا في دولة عربية ليش روسيا حرموها من كل شيء وفلسطين موجودة في اقول للعرب اسرائيل موجودة في دولة عربية منع علم اوكرانيا خير هاي السياسة في دولة عربية منع علم اوكرانيا في دولة عربية منعت علم اوكرانيا لا لا تدخل لا لا جاوبني في دولة عربية منعت علم اوكرانيا لا بشرط ان يكون هذا البرنامج ليالي بارزة السياسية الرياضية نناقش حبيبي ما هو رياضي نناقش ما هو رياضي في الملاعب انا لا اعلم الا على ما هو الملاعب المغربية غدوة تدخل بعلم اوكرانيا عاقبه ما يعاقبوش في الملاعب التونسية تحمل علم اوكرانيا ما يعاقبوش في الملاعب المصرية ترفع علم اوكرانيا ما يعاقبوش. انا بوجه لك سؤال اخير خليني نكمل لك حكيمي انت حكيمي في الموقف مش دخل حكيمي لا انت تحكي لي يا ولدي انا احكي لك انت قلت على دمج السياسة بالرياضة قلت لك مش احنا اللي دمجنا السياسة بالرياضة. اليوم كان علم فلسطين يترفع في اي دولة اوروبية يمنع من علم فلسطين في اي دولة. هل هناك عربي لا يؤمن بالقضية الفلسطينية؟ هل هناك عربي لا يؤمن بمعاناة ويشس معاناة الشعب الفلسطيني؟ كلنا فلسطين كلنا مع كلنا نؤمن بالمبادئ ولكن ضد لاعب
أشرف حكيمي عندما عانق هذا اللاعب لم ينظر لجنسيته، لم ينظر، ولكن تدخل أبو عبد الله في الموضوع على أساس أنه ضد فكر ما تعامل معه أشرف حكيمي. يا ماجد أنت تقول للمرأة الألف يا كابتن علاء مو صحيح مداخلتك، عفوا مو صحيح مداخلتك. ليش؟ مو صحيح يا اثنين دي يحجون أربع يجون هدي الوضع هدي الوضع. شكرا شكرا تركونا من السياسة. احنا رياضة بارك للمغرب سياسة بارك للمغرب ونبارك لمصر. انا دخلت على المصر كل من قال لان انا اريد ادي الوضع. اوكي كل من قال رأيه رياضة مو سياسة. احنا نمقت موضوع تدخل الرياضة او تدخل السياسة بالرياضة، هم اذا اريد يدخلوها خلي يدخلوها. احنا باريس برنامج رياضي وكره اولمبيه بالضبط، ما ندخل بالامور السياسيه معك. احنا في الفكر اما نحب نعاود نفكر المره 1500 مليار انه مش العرب اللي دمجوا السياسه في الرياضه، انه الغرب هو من دمج السياسه في الرياضه. وانا تترك كل فلسطين وكل غزه مش على الرياضه، مش احنا العرب، مش احنا اللي دمجنا السياسه في الرياضه، الغرب هو من دمج السياسه في الرياضه. وهذا ليس مسرح للنقاش فيما يتعلق بالافكار السياسيه. احنا عندنا منبر لازم نتكلم فيه. شكرا جزيلا. عن لقطه بالاخير وساختصر، اشرف حكيمي لم ينظر لهذا اللاعب بانه امريكي نظرا للروح الرياضيه. احنا مختلفين معك. شكرا ابو عبد الله. شكرا. لا 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 كافي، سياسه كافيه اكثر من البن سبورت من ابو تريكا اكثر مره يتناول. وتعرف البن سبورت ما بهاي المساحه الجلسه وآراء كم مره يتكلم عن قضيه يجب على كل انسان كلنا داعمون للقضيه الفلسطينيه على قليل الله باك يعني نحاسب على كلمه. هذا اقل ما بكلمه اقل يروحون. نعم. واحد يروحون يفرحون كلنا داعمون لمثل هاي القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه تاريخيه قضيه ابديه للعرب والمسلمين، لكن نحن هنا في رياضه. هي مجرد صوره حكيمي اجى باص لاعب امريكي ويهدي من عنده وهاي ويحسب له الموقف ويحسب له الموقف. احنا حتى نبين لهم اخلاق الاسلام شنو. نعم نعم. وهم اخلاق احنا اخلاق الاسلام احنا اللي رحنا له، احنا اللي نبي نبين هو اللي راح له اوقف افراحه ليعانقه. أصدقائي وصلنا لنهاية المقطع اللي نتمنوا يكون الإعجاب ديالكم. أشنو بليكم في موقف المحلل العراقي؟ واش انت معاه ولا مع الصحفي المغربي ماجد الشجعي اللي قال لا يجب خلط الرياضة بالسياسة؟ بالنسبة لي لقطة أشرف حكيمي مع كيفن باريديس كتبقى لقطة عادية ولا يجب تكبيرها، لأنه يجب علينا أن نفرق بين النظام الأمريكي والشعب الأمريكي، والسبب واضح لأنه من الشعب الأمريكي من هو مسلم وضد النظام الأمريكي. أصدقائي بلا ما نصيكم إعجاب للفيديو واشترك معنا في القناة إذا كنت جديد، وغادي نستنى الردود ديالكم في التعليق تحت. وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم محمد كريم على قناة ميد كريم سبور. شكرا لكم أصدقائي.